ولنقاش ملف الصراع السياسي بين أحزاب العملية السياسية مع رفض الإطار التنسيقي الذي يضم الميليشيات المرتبطة بإيران مخرجات الجلسة الأولى للبرلمان، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة بغداد الكاتب والصحفي الدكتور عادل الجبوري. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا دكتور. بعد انعقاد الجلسة الأولى في البرلمان بعد 3 أشهر على إجراء الانتخابات، كيف يمكن قراءة ما جرى من فوضى وصفت بالعارمة أمس والاشتباك بالأيدي وضرب رئيس السن؟ تحياتي إلى مشاهدي قناة الرافدين الفضائية. الحقيقة ما جرى البارحة في مجلس النواب أمر مؤسف جدا، أن تكون هذه الفوضى وهذه دخول النواب الذين تم انتخابهم من قبل الشعب في هذه الطريقة الطائفية، في شعارات طائفية والأمسية الأكفان، وفي قسم من عندهم جاء بواسطة التيك توك ليعبر أنه من الشعب. هذا الأمور فيه احنا الشعب ما يدورها، إذا دخل بالتيك توك أو دخل بالدكشارة، المهم احنا نريد ماذا سينتج هذا البرلمان. هذا البرلمان هل سيكون هو امتداد للبرلمانات السابقة الخمسة التي مرت على العراق دون تقديم أي إنجاز لهذا الشعب المظلوم؟ فهذه هي العملية الأخيرة إلى العملية السياسية، انتهاء العملية السياسية واعتبار العملية السياسية، وهذه هي الفرصة الأخيرة إلى هذه العملية السياسية بهذه الدورة الانتخابية. نعم. احنا ما يهم الشعب العراقي ماذا يلبس، يطبون بالأكفان أو يطبون بالسيوف أو يطبون بشعارات، هذا خطأ. المفروض يطبون بالصوت الوطني إلى الشعب العراقي حتى يشعر الشعب العراقي أنه لا زال أكو هناك ناس تعتمد عليهم في إدارة العراق وليس في الأمور الطائفية. لكن نعم. فحصل البارحة أمر مؤسف واعتداء على رئيس مجلس النواب أو رئيس السن في سبيل تمرير غايات معينة، وهذا الأمر مؤسف أمام العالم كله. نعم دكتور، هذه التصريحات المتبادلة بين الأحزاب السياسية التي تتمسك بشعار ما ننطيها، إلى أي مدى تعكس أن ما جرى في الانتخابات الأخيرة وما أفرزته العملية السياسية منذ عام 2003 هو دولة تحكمها الميليشيات وغياب واضح للديمقراطية؟ نعم، هو لا زال لحد الآن هم ما يفكرون أنهم يقولون بالعملية الديمقراطية. هو الدليل أنه اجتمعوا أمام الشوارع، صارت التظاهرات ونصبوا الخيام احتجاجا على قرارات مجلس مفوضية الانتخابات اللي هم انتخبوها. يعني مفوضية الانتخابات هم جاءوا بها وهم اللي اعترضوا على نتائجها، فلذلك هم ما يريدون ينقلون السلطة، متمسكين بالسلطة بأي شكل من الأشكال. وفعلا هذا الشعار مع القضية بعيدا عن كل وسائل الديمقراطية اللي هم يدعون أنه يؤمنون بها الديمقراطية. لكن مع الأسف لا إيمان بالديمقراطية، إيمان بالحزبية وبالأعمال إلى الأجنبي مع الأسف بكل وضوح. عادت ذات الوجوه السياسية من الحلبوسي إلى الزاملي، عادوا إلى مناصبهم السابقة رغم اتهامات بقضايا الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان. ما هي الإشارات التي ترسل من خلال هذه العودة للشارع العراقي الذي أراد التغيير ونادى بإسقاط العملية السياسية؟ والله من البارحة لليوم نشوف وسائل التواصل الاجتماعي انتقدت عودة الحلبوسي، ومن الشعارات اللي تم رفعها انه تم التغيير فقط للسترة. يعني هذا دلالة على ما قام به الحلبوسي في احد المرات، قال انا حنزع سترتي وانزل مع المتظاهرين. يعني كل الشعارات اللي كان ترفع من سبيل المواطن انتهت في عملية بقاء الحلبوسي في السلطة وبقاء الأشخاص الآخرين في سلطة مجلس النواب وعدم وجود تغيير. والشهداء اللي راحوا في تشرين راحوا لحد ما حد يسأل عنهم لحد الآن. نعم.
ما رفض الإطار التنسيقي لمخرجات جلسة أمس وإصرار تيار الصدري على تمرير أجندته ورؤيته السياسية للجلسة؟ إلى أي مدى تتوقع صداما مرتقبا بعد انتشار ميليشيا الطرفين في بغداد؟ والله يعني التوقعات اللي عندنا انه احنا حصير معارك دامية داخل مجلس النواب بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري، لانه يعني كل متمسكين ان تكون الكتله الاكبر، ولذلك رئيس السن لاقى عمليه اعتداء من بعض الكتل الموجوده بالبرلمان، لانه استلم قائمه باسماء من الكتله، احدى الكتل اللي تدعي انه هي الكتله الاكبر. ولذلك الصراع لا زال، واليوم بننتظر النتائج مال جلسه مجلس النواب لنرى ماذا سيحصل في مجلس النواب اللي بدا في بدايته بهذا الشكل، فكيف ستكون عمليه خدمه المواطن الى بدايه مجلس النواب بهذا الشكل؟ شكل مؤسف جدا. فعمليه خدمة المواطن ما تنتهي، يعني انتهت. شكرا جزيلا لكم الكاتب والصحفي الدكتور عادل الجبوري، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة بغداد.